انا معايا رئيس الاتحاد، بس معلش لازم اقول هذا البيان الاعلامي لانه بيان مهم رسمي بيكلم البيان عن اللاعب عمر محمد شاتا لاعب المنتخب المصري، وبيقول لك حصل على عديد من البطولات على المستوى المحلي والعرب والافريقي والعالم. اللاعب مسجل بنادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالاسكندرية. اللاعب بيحصل على راتب شهري ثابت من النادي، وكافة المعسكرات التدريبية اللي بيشارك فيها اللاعب مع لاعب المنتخب بيتحمل الاتحاد المصري الكونغ فو قيمة تكاليفها من إقامة وإعاشة وملابس، وإن أي لاعب ما بيدفعش حاجة من جيبه زي ما قالت أسرة اللاعب. أما بقى عن مشاركة اللاعب ببطولة العالم بإندونيسيا 2022، ففي ضوابط في صرف أي فلوس لأنها فلوس أميرية يعني بالعملة الأجنبية، بيتصرف لهم حاجات يعني مصروفات ملابس رياضية شنطة كاملة قبل السفر، وفي صرف مكافآت إجادة. تيجي بقى لوزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب والرياضة حتى قانون يعني حتى ضوابط علشان انت تستحق كلاعب انك تصرف فلوس. الشرط الاساسي ان انت علشان لما تيجي تشارك في بطولة وعايز تاخد فلوس من وزارة الشباب والرياضة سواء حاصل على مركز اول او تاني او تالت، لازم يبقى في 6 دول مشاركة في هذه البطولة. البطولة اللي ابننا عمر محمد شتا اشترك فيها كان هو ودولتين تانيين، فلا ينطبق عليه شرط وزارة الشباب والرياضة انها تصرف له مستحقات. تفاصيل اكتر مع الاستاذ شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي الكونغ فو. مساء الفل استاذ شريف. مساء الفل عليك يا استاذ محمد، وشكرا لحضرتك على المقدمه. طبعا حضرتك شفت الفيديو، والفيديو بيثير قدر كبير جدا من التعاطف لان عندنا حالات مصريه شابه يعني خرجت خارج مصر وتجنست، واحنا اكيد مش عايزين ولادنا الابطال يتجنسوا، بس في نفس الوقت لو هذا الشاب له حق اكيد يعني لن تتأخروا على اعطائه حقه يعني. فما هي تفاصيل عمر شتا؟ والله تفاصيل عمر شتا يمكن زي ما البيان اللي طلع من مجلس الإدارة النهاردة بعد الفيديو امبارح اللي حصل، واللي لقينا برضو بعض الاتهامات للدولة بيتكلموا اللي دول ما خدش مكافئته زي الكلام اللي مكتوبه ما خدش حافز رياضي وكلام. طبعا يمكن انا عايز اقول لحضرتك ان عمر شتا كان معايا يوم الثلاث اللي فات، كنا بنقربه في الاتحاد الافريقي برضو مع زملائه. احنا بعثة بطولة العالم كان فيها 16 لاعب منهم 13 حققوا ميداليات، ومنهم اللي حقق ميداليتين وليس ميدالية واحدة. عمر شتا بيلعب في ميزان اللي هو الميزان بتاعه تقريبا 45 او 80، ده ميزان شارك فيه دولتين معاه. احنا طبعا قدرنا الموقف، الولد ملوش ذنب يعني، اللي تشارك دولتين او دولة في الميزان ده ملوش ذنب، احنا بنصفره وبنعده وبطل وبنصرف عليه وبندعمه والكلام ده كله. مع الاخذ في الاعتبار اللي قبل السفر واثناء السفر والده مدرب، فوالده عارف ان عمر بيلعب في ميزان غير مكتمل، فعمر ملوش مكافاه عشان ده قانون يعني. والد عمر مدرب وعارف القوانين. عارف القوانين يا فندم طبعا، وعارف القوانين يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك اللي والدته اللي عامله برضه اللي عامله يعني والدته يعني ان شاء الله ربنا يكرمها كده، والدته برضه مدربه في احدى الالعاب الاخرى يعني زي ما انا شايف على صفحتها يعني عارفه القوانين. عارفين القوانين بتاعه الوزاره. طب تفسيرك ايه هي عملت الفيديو ليه يا فندم؟ احنا البطوله دي كانت في شهر 12 2022، يعني جايه بعد 7 شهور تفتح الملفها، وهي راحت للوزاره وقابلت مكتب الوزير وشرحوا لها الموقف قبل ما المكافئات تطلع لبقيه الولاد، عشان طبعا ده في قرار وزاري بيطلع بالمكافئات، الاول بياخد 75، الثاني بياخد تقريبا 45 او 50، الثالث بياخد 40 لغايه السادس. الوزاره ادت الولاد لغايه السادس يعني الدوله ادت للولاد لغايه السادس. كان في 2 لا ينطبق عليهم الشروط اللي هو عمر شتا لانه اشترك في لعبه اشتركت فيها 3 دول بس من بينها مصر. ميزان كان في دولتين، كان في ايران والهند بس. هو طبعا حقق انجاز، واحنا يعني بنقول للولد حقق انجاز، لكن القانون يعني لا يخالف. القانون لا يخالف.
وكان في برضه ولد تاني اسمه علي عصام حقق ميداليتين وبرضه كان عنده نفس المشكله اللي كان معاه دولتين او ثلاثه بس في في في, في الاسلوب بتاعه يعني. طبعا احنا فوجئنا طبعا الولد التاني محترم واهله محترمين وتفهموا الوضع لما يعني قالوا لنا تفهموا الوضع احنا بنقدر نعمل تكريمات معنويه بنقدر نعمل ده كله للولاد بنقدر نرعى الولاد لكن في حتت في القانون احنا ملناش دخل والوزاره ملهاش دخل. الوزاره دعمتك في معسكراتك صفرتك صرفت عليك طيرانك الطيران دلوقتي احنا بنحجز تذكره ب 70,000 جنيه يا استاذ محمد الناس طبيعي. الناس غير مدركه غير مدركه ايه الوضع يعني يعني انا معسكراتك عمر شيطة قاعد 4 شهور معسكر والدته ووالده بيقولوا انهم بيصرفوا على المعسكرات وبيدفعوا من جيبهم يا فندم اصل انت لو لا معلش يعني لو ابنك جاي في الطريق من البيت للمعسكر عشان يعسكر معايا شهر دفعت له مواصلاته ماشي اوكي يعني انا مش هقول لك لا يعني 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 لا لكن انت معسكرك واكل شارب نايم بتتدرب معاك دكتور معاك اخصائي علاج طبيعي معاك الكلام ده كله الدولة اللي بتعمل لك وبتوفره لك والكلام ده ما بتوفرش غير للأبطال. طيب استاذ اسمعني استاذ شريف برضو الناس ممكن تتعاطف مع الام والطالب او أكيد. عمر شتا وتقول لك ما هو في الاخر برضو بطل مصر ورفع علم مصر الا يستحق تمام. اي نوع من انواع التكريم يا فندم في وزاره الدفاع كرمته يا فندم وزاره الدفاع وزاره الدفاع كرمته وزير الدفاع كرمه يا فندم اداله 20,000 جنيه مكافاه وعمل له مرتب ثابت كل شهر 3,000 جنيه وده طالب لسه في الثانويه العامه يا فندم هو ولادنا ابن او ابن حضرتك او ابن اي حد هو مش نفسه يبقى مكان عمر يبقى مكانه أكيد. في مكان بيقبض وهو طالب صحيح بيلف العالم وهو طالب دولة بترعاه وهو طالب بلد بترعاه وهو طب ايه السبب بقى استاذ شريف يعني ان اسرة هذا البطل يعني تثير هذا القدر من اللغط اذا كانت وزارة الدفاع كرمته اديته 20,000 وزير الشباب والرياضة استقبله والده والدته يعرفوا القانون ان القانون لا ينطبق على حالة ابنهم ليه عملوا هذا الفيديو يعني يا فندم ده من ضمن الحاجات اللي لازم حضرتك برضو تعرفها اللي احنا رافعين مذكرة لمعالي الوزير اللي احنا كاتحاد من مواردنا الذاتية من مواردنا الذاتية عايزين نكرم علي عصام وعايزين نكرم محمد شيد احنا رافعين مذكرة والمذكرة هيتوافق عليها بس طبعا يعني انا هقول لحضرتك حاجة هو انا يعني انا برضو صهقت ما احنا بنعمل حاجة لولادنا ما تجيش تلوي دراعنا ما تجيش احنا بنعمل احنا شغالين وبنعمل والدولة بتعمل مش عايز اقول لحضرتك اللي هم ولادنا الرئيس كرمه يعني ما هو الرياضة اللي الناس بتقول لك انا اهرب واروح بلد تاني هتروح فين قول لي هتروح فين يعني حد يقول لي كده هيروح فين عايز ههرب اروح على مين انهي دولة اللي بترعى مصر يا فندم انا بقول لحضرتك وانا بقى نائب اول رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد يعني ومعايا 154 دولة مصر من الدول اللي بترعى ولادها في الرياضة اي نعم قد يكون عندنا بعض الظروف المالية لكن احنا شايفين الدول في دول ودولت مش كتير اللي يعني لما نقول الصين الصين عندها وضع تاني وضع خاص وعندها منظومة رياضية مختلفة وعندها شغل احتراف وعندها 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 ده دولة لكن الدول التانية معلش يعني احنا اقوى منها احنا بنصرف على اولادنا اكتر منهم احنا بنعمل لاولادنا اللي ما حصلش احنا بنروح نلاقي السفير زي السفير اشرف سلطان في اندونيسيا منتظرنا ويقعد مع الولاد 4 سنين طبعا استسمعك استاذ شريف مصطفى كويسة. بشكل ودي ولانك برضو اب ورياضي استدعي هذا البطل اشرح له قول لحضرتك كان معايا اول امبارح احنا انا مستغرب هو ايه اللي بيحصل احنا انا هقول لحضرتك حاجه يعني انا بنتي هو بيتكلم على حافظ رياضي انا بنتي وانا رئيس اتحاد جابت اول في بطوله افريقيا وما خدتش الحافظ الرياضي عشان مش مكتمل اللي هم بيقولوا اصل المسؤولين بيعملوا بنتي وانا رئيس اتحاد جابت اول في بطوله افريقيا وما خدتش الحافز عشان الاسلوب مش مكتمل معاها 3 دول يا فندم كانوا الاول 8 دول القانون اتغير ورجعناهم بخليناهم 4 دول يعني بعد ما اتكلمنا بقوا 4 دول بس ده قانون ما نقدرش نعمل استثناء للاعب متفق معاك واكتفي بهذا القدر الطويل شكرا. من التوضيح كابتن شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والافريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي لعبة الكونغ فو